هل يمكن السفر عبر الزمن؟ وهل توصل العلم الحديث لذلك؟ وهل يمكن السفر عبر الماضي والمستقبل أم أحدهما؟ وما هي الطرق لذلك بالتفصيل؟ ابقوا معي للنهاية لنعرف كل شيء. السفر عبر الزمن من الأفكار التقليدية التي طرحت في أدب الخيال العلمي، حيث تعرض لها الأديب الإنجليزي إتش جي ويلز في روايته الشهيرة آلة الزمن، كما تناولت الأفلام السينمائية السفر عبر الزمن، حيث نجد أن هناك أفلاما يسافر أبطالها للمستقبل فينكشف أمامهم مجرى حياتهم في المستقبل نتيجة اختياراتهم التي كانوا اتخذوها من قبل فيعيد التفكير فيها مرة أخرى، كما نجد أبطالا آخرين يعودوا بالزمن للماضي ويغيروا مجرى أحداثه، وكذلك نجد أبطالا يملكون قوى خارقة تمكنهم من التنقل عبر الزمن كيفما شاءوا. ولكن يبقى السؤال، هل يمكن السفر عبر الزمن في الواقع العملي؟ سنعرف كل هذا بالتفصيل. بعد أبحاث علمية كثيرة توصل العلم الحديث إلى طريقتان يمكن من خلالهما السفر عبر الزمن. الطريقة الأولى هي الانتقال إلى الفضاء الخارجي، كالانتقال إلى كوكب أو مجرة. فوفقا لنظرية النسبية لأينشتاين، فإن الزمن يتباطأ في أعلى الفضاء عنه في الأرض، وقد قام الباحثون باختبار هذه النظرية عمليا بتجربتان. قام الباحثون باستخدام ساعتين، الأولى تم تركيبها على سطح الأرض، أما الأخرى فأرسلت في طائرة نفاثة. فاكتشف الباحثون أن الساعة التي على متن الطائرة النفاثة تدق بشكل أبطأ من تلك التي على سطح الأرض، وهذا بالنسبة لطائرة. أما إن كنت على بعد كوكب آخر أو مجرة فإن سرعة الزمن ستكون أبطأ من سرعته على الأرض بكثير. أما التجربة الثانية فقام الباحثون بوضع ساعتين ذريتين على رفين يرتفع أحدهما عن الآخر، وقاموا بقياس الفرق في معدل دقاتهما، فوجدوا أن الساعة التي على الرف الأعلى تدق أسرع من تلك التي في الأسفل. فما عليك الآن إلا أن تذهب للفضاء الأعلى ثم تعود إلى الأرض، وستجد أنك في المستقبل بالنسبة للأرض. فمثلا قد ترى أحفادك أو أحفاد أحفادك. أما الطريقة الثانية لكي تسافر عبر الزمن هي أن تلقي بنفسك داخل ثقب أسود. ولكن ما هو الثقب الأسود؟ الثقب الأسود عبارة عن نقطة كثيفة بشكل لا يصدق، مع قوة جاذبية أقوى بملايين المرات من تلك التي نشعر بها على الأرض. والثقب الأسود هو حجم من مادة ما تتواجد في مساحة صغيرة نسبيا ناتجة عن انفجار نجم كبير يعادل حجمه حجم الشمس 300 مرة، فتتحول كتلته إلى جاذبية كبيرة تمتص وتبتلع كل شيء يقع أمامها، حتى أنه يمكنه أن يبتلع نجوما ومجرات كاملة. وفي حال الاقتراب من هذا الثقب الأسود فإنه يقوم بسحب جسمك وتفتيته إلى أشلاء، ولكلما اقتربت فإن الفرق في الجاذبية بين رأسك وقدميك يمكن أن يساهم باستطالة الجسد مثل قطعة من العلكة، وفي نهاية المطاف يصبح الإنسان مجرد مجرى من الجزيئات دون الذرية التي تدور في الثقب الأسود. والطريقة الوحيدة كي تنجو من الثقب الأسود هي السقوط عند حافته، وقد يساعدك هذا في خداع الموت تماما. والوقت والزمن يتجمدان عند حافة الثقب الأسود نظرا لأن قوته الشديدة تساهم في انحناء نسيج المكان والزمان أثناء السقوط فيه. ينحني الزمن أمامك وخلفك مما يتيح لك رؤية الماضي والمستقبل. وفي حال وصلت إلى هذه البقعة دون أن تتمزق يمكن أن تصبح خالدا، أو السفر إلى عالم آخر ومحو ماضيه،
طرح البروفيسور الراحل ستيفن هوكينج أفكاره الخاصة عن الحياة داخل ثقب أسود، فقال: إذا ألقى شخص نفسه في ثقب أسود يمكن أن ينتهي به المطاف إلى عالم آخر. وأوضح العالم هوكينج قائلا: يجب أن يكون الثقب كبيرا، وإذا كان يدور فقد يكون هناك ممر إلى كون آخر، لكنك لن تستطيع العودة إلى عالمنا. وتقترح نظرية أخرى أن السفر إلى أحد هذه الأبعاد الأخرى قد يمحو الماضي لعدم اتباع القوانين الأساسية الخاصة بنا. وكان الدكتور الراحل مصطفى محمود قد أوضح ذلك خلال إحدى حلقات برنامجه الشهير العلم والإيمان، وقال أن الزمن يتوقف عند تلك الثقوب السوداء، فلا يصبح هناك حاضر ولا مستقبل ولا حتى ماضي، مشيرا إلى أن تلك الثقوب تعرف بالسوداء لأن الأضواء الكونية لا تستطيع الصمود أمامها، وذلك بسبب جاذبيته الشديدة التي تبتلع كل شيء حتى الضوء الذي لا يفلت منه وتتفوق جاذبيته عليه. وقال إنه إذا نجا وخرج شخص ما من ثقب أسود فإنه قد يكون بوابة إلى أكوان أخرى، فإذا ذهب وأراد أن يعود فقد يقابل نفسه، وإذا تقدم بعدما رجع قد يقابل نفسه ثانية، وهكذا، وذلك لانعدام الزمن هناك، مؤكدا أن الزمن يتجمد هناك.